الأرض تلتقط أنفاسها بفضل كورونا. ما الذي حدث على الكوكب في غياب البشر؟ صور كثيرة متداولة عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي توضح التقاط الأرض لأنفاسها خلال الحجر الصحي الذي يشهده العالم. فما الذي حدث على الكوكب في غياب البشر؟ الشوارع فارغة إلا من قليل، المصالح الحكومية، المصانع، الشركات، المدارس، الجامعات، النوادي الرياضية، الفنادق والقرى السياحية، الملاهي والأماكن الترفيهية. الجميع قد أغلق أبوابه خوفا من فيروس كورونا. شركات أفلست، مصالح توقفت، خطط تعطلت وأحلام تبخرت. صنوف شتى من المعاناة يعيشها البشر منذ أشهر، والجميع خاسرون فيما عدا الطبيعة التي سنحت لها الفرصة ولأول مرة منذ مئات السنين أن ترى العالم بدون بشر، وأن يتوقف الإنسان عن تدميرها واستنزاف مواردها والعبث بها لتظهر الطبيعة أكثر من علامة تعبر بها عن رضاها عن الوضع الحالي. الصين مصنع العالم يتوقف ليمنح الطبيعة فرصة نادرة. ناتج محلي إجمالي يبلغ 14.14 تريليون دولار في سنة 2019، وثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 16.38% من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي، وقلعة صناعية عملاقة، دولة يعمل شعبها ليل نهار بلا كلل أو ملل، تغزو منتجاتها العالم من أقصاه إلى أدناه، ولها نصيب الأسد من حركة التجارة العالمية. هكذا هي الصين، لكن كل ذلك لا يأتي بلا ثمن، فمخلفات المصانع وعوادمها وعوادم المركبات وما ينتج منها من تلوث وانبعاثات تبلغ حدودا قاتلة، تتسبب في وفاة ما يقدر بنحو مليون نسمة من الشعب الصيني سنويا. وقد يكون من الغريب أن فيروس كورونا منذ ظهوره في الصين حتى الآن أودى بحياة 4632 شخصا، ما يعني أن ضحايا التلوث يفوق بمراحل ضحايا الفيروس. ليس هذا فقط، بل إن منظمة الصحة العالمية تقدر عدد ضحايا التلوث سنويا بحوالي 4.5 مليون ضحية، ما يعني أن الصين تستحوذ على حوالي ربع تلك النسبة من الضحايا في العالم. لكن ومنذ أن أغلقت الصين المصانع توقفت الحركة توقفا شبه تام، فالمصانع والمركبات وغيرها من مسببات التلوث توقفت، ما أعطى الطبيعة فرصة لتستعيد ما فقدته. ويشهد المناخ في الصين تحسنا كبيرا، ويتراجع التلوث الكيميائي والهوائي في الصين بنسب غير مسبوقة، وصلت إلى 25% في أقل من 3 أشهر، وهو ما لم يحدث في بلد المليار ونصف المليار نسمة منذ زمن طويل. نيودلهي، هواء نقي يدخل رئة البشر لأول مرة منذ سنين. تحتوي مدينة العاصمة الهندية نيودلهي ذات المساحة التي تبلغ 42.7 ألف كيلومتر مربع على حوالي 2976 مصنعا، وأكثر من 19 مليون سيارة ومركبة، و26 مليون نسمة. تصنف نيودلهي واحدة من أكثر 30 مدينة ملوثة على مستوى العالم. تلك المدن الثلاثون التي يوجد 21 مدينة منها في الهند وحدها. ولتخيل المستويات التلوث في مدينة نيودلهي، يكفي أن تعرف أن بعض خبراء الصحة يقدر المكوث في دلهي لمدة يوم واحد بما يعادل تدخين 42 سيجارة. لكن ومنذ أن اجتاح فيروس كورونا العالم وأغلقت المصانع في دلهي أبوابها، انخفض معدل التلوث بنسبة 70% في المدينة. وقد يرى البعض أنه بالرغم مما عكسه فيروس كورونا من آثار سلبية على اقتصاد المدينة، فإنه أتاح لسكانها لأول مرة أن يستنشقوا هواء أكثر نقاء وأن يعايشوا المدينة وهي أقل تلوثا. أوروبا، قبلة سياح العالم خاوية من البشر. من كان يصدق أن الفاتيكان إحدى أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسياح، تتحول إلى شوارع خالية، وغير بعيد عنها حيث روما التاريخ والحاضر تنقلب إلى مدينة لا ترى فيها إنسانا واحدا. تعد إيطاليا واحدة من وجهات السياحية العالمية، إذ تجذب ملايين السياح كل عام، لكنها إحدى أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا الذي قضى على أرواح ما يزيد عن 25 ألف شخص. كل هذا أدى إلى إغلاق كامل للبلد منذ شهر مارس، الأمر الذي منح الطبيعة فرصة لالتقاط أنفاسها
وظهرت الدلافين لأول مرة منذ فترة طويلة في بحيرات فينيسيا التي بدا ماؤها نقيا للغاية، بما يصعب على أي شخص زار هذا المكان أن يصدقه. المدن الكبرى تتحول إلى حدائق حيوانات مفتوحة. رصدت عدسات المصورين في الفترة الأخيرة أيضا صورا لحيوانات برية تتجول في أكثر من مدينة كبرى في العالم بحرية تامة. فتلك المدن التي لم تكن لتخلو من المارة والسيارات لساعة واحدة خلت من كافة ما اعتادته من أشكال وصنوف الحياة الصاخبة. فرأتها الحيوانات فرصة سانحة لتطأ أقدامها أماكن لم تطأها من قبل. وهو موقف قد يراه البعض سيرياليا ساخرا، أن ترى ولأول مرة من الأدوار مرة الأدوار معكوسة، فالحيوانات حرة تنطلق والبشر محبوسين في منازلهم. فهل هي رسالة من شركائنا في الكوكب والطبيعة والموارد بما لهم فيها من حق؟ وهؤلاء أبرز الصور لشركائنا على الكوكب، تابعهم معنا.